يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي كبيرة في السن ولا تستطيع أن تقوم بأداء مناسك الحج، فهل لي أن أحج نيابة عنها أم لا بد أن تؤدي الحج بنفسها، علما بأنها لا تستطيع ركوب الباص ولا تمشي إلا لمسافة قصيرة جدا، فهي مريضة بداء السكري؟ إذا كانت حجت للفرض فلا داعي إلى النيابة عنها في نافلة، ما له داعي. ما إذا كانت لم تحج الفرض فإنها إن كان يمكن حجها محمولة فإنه يجب عليها، أما إذا كانت ما تستطيع الحمل مثل الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة كما في الحديث ما يستطيع الحمل فتحج عنها بالنيابة، توكل وتهج عنها. نعم.